تجربة فيروس سي. والحقيقة انه احنا بنقول ان من ضمن الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها جدا في مصر كيف تعاملنا مع فيروس سي بعد ما كنا في فترة من الفترات الاعلى عالميا في رصد المرض. عندنا بقينا النهاردة الحمد لله اولا بلا قوائم انتظار، ده رقم واحد. الحمد لله رقم اتنين فكرة ان العالم بيسألك دلوقتي، ولما بنقول العالم مش بنبالغ، لما في دول بره متقدمة عننا بكتير حتى في البحث العلمي بتبعت تسألك تقول لك انت ازاي اتعاملت مع مشكلة فيروس سي في السنتين اللي فاتوا، ما انت بقالك 15 20 سنة واقف محلك سر والأزمة بتزيد عندك، ازاي فجأة في سنتين يعني تعاملت معاها؟ ده في حد ذاته بنعتقد ان هي حاجة مهمة جدا. في الصعيد يا دكتورة أمنية اتعاملنا ازاي مع فيروس سي واستقبلنا مبادرة الرئيس ازاي لما قال تمام. عايزين بإذن الله نشتغل على فيروس سي؟ طبعا من ساعة ما فخامة رئيس سيسي أطلق مبادرة إن احنا عايزين نوصل بمصر خالية من فيروس سي، كان واحنا كمصريين يعني هو بالنسبة لنا تحدي، بس المصري بيقدر يعمل كل حاجة الحمد لله لمصلحة ناسه وأهله. كان قدامنا أكتر من تحدي. أول تحدي كان قائمة الانتظار بتاعة المرضى اللي بتتلقى أو منتظرة تلقي العلاج، وبالفعل كان في توجه لوزارة الصحة إن احنا زودنا عدد وحدات علاج فيروسات أو علاج فيروس سي في على الأقل. أنا أتكلم على محافظتي، أنا طول عمر محافظة المنيا كان عندنا مركز واحد لعلاج الفيروسات في مستشفى جراحات اليوم الواحد، تم إضافة مركزين آخرين، واحد في مركز ملوي في مستشفى ملوي العام، والآخر في مدينة المنيا في عيادات الجهاز الهضمي في مدينة المنيا. ده بالإضافة للعيادات اللي اتعملت للعلاج لمرضى فيروس سي في التأمين الصحي. ده كان بهدف ان احنا نزود القوى البشرية ومنافذ العلاج علشان نسهل للمواطن ان هو يتلقى العلاج بسهولة ويسر. وبالفعل يمكن احنا انهينا قائمة الانتظار العام الماضي الحمد لله. تلا بعد كده انه مرض فيروس سي اللي بيبقى مصاب بيه غالبية المصابين ما بيشتكوش وبيعرفهم بالصدفة، بيتبرع بالدم، بيعمل فحوصات دورية، طالع يشتغل في مكانه مطلوب منه التحليل، أو لا قدر الله بيشتكي من المضاعفات. فكان هدف قدامنا وهو ده التحدي الحقيقي، إن احنا ازاي نوصل للناس اللي ممكن تبقى مصابة وما عندهاش خلفية إن هي مصابة. دولة رئيس الوزراء وده التحدي دلوقتي وهو ده التحدي كمان. والحمد لله احنا ومازال موجود التحدي ده، بس بإذن الله احنا كلنا ايدينا في مش اللي بقى. عارف ان عنده المرض اللي لسه ما عنده مش عارف ان عنده فيروس سي، احنا بقى بنقدر نوصله. في قرار لدولة رئيس الوزراء اللي هو 2105، ده بيشمل 6 طوائف في المجتمع للتحليل لمعرفة الناس اللي هي ممكن تبقى مصابة. الناس ما بتشتكيش بفيروس سي، إنما بنعمل لها تحليل دوري إذا هي موجودة، اللي هم مرضى الأقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية اللي فوق 18 سنة، اللي هم الفريق الصحي العامل في القطاع الصحي الحكومي، المتبرعين بالدم طبعا، طلبة الكليات المراحل الأولى اللي هم بلغوا سن 18 سنة، نزلاء السجون، الأهالي المرضى المعلومين بالنسبة لنا، ويمكن الفئة دي لسه ما ابتديناش فيها، دول ابتدينا في العمل أو التحليل لهم اعتبارا من 20 ديسمبر 2016. تمام. بحيث ان احنا اللي بيتعمل تحليل اللي هو الإليزا، اذا ثبت ايجابيته بيتحولهم للتاكيد من عدمه، وبعد كده اذا تم التاكيد بيتعمل لهم سواء قرارات علاج على نفقه الدوله ودي لو مجانيه، لو هو مش قادر يتعالج مجاني، او التامين الصحي لو هو موظف ومؤمن عليه. تمام. انا هتوجه بنفس السؤال طبعا للمنوفيه والقاهره، بس اخد بعض الاتصالات. اتفضلي. مش بس كده، احنا في المنيا عندنا محافظات الصعيد ابتدت فيها حمله ابتدتها وزارة الصحة اللي هي حملة فيروس سي احنا يا هو، والحملة دي اطلقت من محافظة المنيا. اسم الحملة ان شاء الله هيبقى احنا يا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله الله. الحملة دي ابتدت من محافظة المنيا من قرية البراجيل، وشرفت بحضور معالي وزير الصحة ومعالي محافظ المنيا، وكانت في 21 يناير 2017، واحنا من 21 يناير 2017 حتى تاريخه
عملنا مسح طبي لاهالينا في القرى في 157 قريه المستوى عدد محافظة. المواطنين قد ايه؟ اديني عدد المواطنين. حوالي 400,000 مواطن فوق 18 سنه، يعني هم 395,000 وكسر كده، يعني حوالي 400,000. في مده زمنيه قد ايه؟ في مده زمنيه من فبراير، يعني احنا بعد الحمله الاولانيه اشتغلناها بالتنسيق مع الوزاره 2017 كله. 17 ده اللي احنا فيه. تمام. يعني من فبراير لكام؟ من فبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو، 6 شهور. طب والله برضو ده رقم. لان احنا فردنا العمل على 9 مراكز الاداريه، قريه او اكتر في كل اسبوع بنشتغلها في، وده هو ده بقى التحدي. ده التحدي فعلا، هو ده التحدي. لا بس انا عاجبني عنوان الحمله قوي قوي، فيروس سي احنا يا هو، يعني لا يعني جاي كده من قلب اللي احنا كمصريين، اصلنا عنصر التحدي ده عندنا عالي جدا. اسمحوا لنا ناخد بعض الاتصالات. اخد احمد، اتفضل يا فندم. صباح الخير.